يا ابني ليش عم تدخل ناس ما بتعرفوا اللي عنا؟ لا تواخذينا فتنا على البيت بدون اذن، بس ابنك هو جابنا لهون. فراس، هذا اسمه فراس. نعم فراس هو اللي قالنا نجي لهون. بظن انه فراس فوتنا لهون لما شاف هاي الصوره. انتوا لا تعتبوا عليه، ما بيعرف شو عم يحكي. يلي بالصوره هاي شو اسمه؟ طلعوا لبرا. اسمه صالح ضالي ما هيك؟ يلا طلعوا من بيتي. بابا بابا شو؟ حامل. انت متأكدة؟ ايه مصطفى، انا رحت لعند الدكتور وهو يلي قال لي اني حامل. يا الله الخبر ضايقك؟ بده يصير عنا ولد، بده يصير أب. يا الله شو حلو هذا الخبر. آسف آسف حبيبتي. طيب انا ما كان قصدي. طيب انا يعني انت لازم تنبهيني هاي الشغلات لانه ما فيها مزح بالمره، بركي سويت شي شغله واذيتك من دون ما اقصد. انا اسف، انا اسف كثير. حضني. ها؟ حضني. حضني اكثر من هيك. هيك منيح. مثل ما بعرف جوزك محكوم جريمة قتل مو هيك؟ انتو جايين تقلبوا علي المواجع؟ لا طبعا نحن ما قصدنا هيك شيء، بس بعد ما طلعت اشاعة انه زوجك انقتل بالسجن انقطعت اخبارك وما عاد شفناك بنوب، وهلا الصدفة هي اللي جمعتنا. وقت اضطرينا نترك البلد بعد ما مات جوزي. نظرة البلد كانت لقلنا انه نحن عائلة مجرمين وما حدا كان عم يتصدق علينا حتى برغيف خبز، لهيك تركت البلد. شوفي أنا بكون بنت العيلة اللي قتل جوزك بهداك اليوم، بهديك الليلة بالذات. أنا كنت هنيك وما بعرف كيف وشلون قدرت أهرب بعد اللي صار منه. حياتي كلها تغيرت بسببه ومن حقي أعرف كل شيء. شيرين طلع لبرا. ابني عم قلك اطلع من هون. يلا روح. شو رايحين؟ ايه امبارح قلت لي بدك تشوف هاي السيارة مو هيك؟ ايه خلص اليوم عطلة وما عاد في شغل، بكره بنشوفها. شلون عطلة؟ يعني عطلة. يا جماعة اللي هون اتركوا الشغل اللي بين ايديكم روحوا فورا على البيت. لوين بدنا نروح مصطفى؟ ايه خلص روح روح، عم اقول لك عطلة، لوين ما بدكم تروحوا روحوا، يلا بسرعة روحوا قبل ما غير رأيي. طيب يلا الكل يترك الشغل من بين ايديه ويروح، يلا على السريع، ما في حدا هون اليوم عطلة، في زيادة للرواتب كمان. يلا على السريع ما بدي اشوف حدا هون، غير رأيي. يلا بسرعة يلا. الله يخلينا اياك. يلا شباب يلا. يا الله شو حصل؟ عم بحسن ما عاد بدي احمله بعد اليوم. خلص وين كمان؟ يعطيكم العافية. يلا بخاطركم شباب. الله معكم. الله معكم. يلا باي. الله خلينا يا. يلا بخاطرك. باي باي. باي. عزيز مرحبا. صالح كان عم يشتغل بثلاث قروش على الموسم. هو كان يشتغل عند عثمان كاراكوجاك مو هيك؟ صح، وكان عم ياخذ اجر كويس، وصارت حالتنا منيحه، وبيوم من الايام عثمان كاراكوجاك قلعه. كان في سرقه بالبيت يلي بالمزرعه، وبما انه جديد قاموا لبسوه التهمه فورا. طيب بعد هالشي اشتغل عند حدا غيره؟ منين الشغل يا حسرة؟ حالتنا كانت بتقطع القلب، تشرشحنا. وبيوم كنت منيمة الأولاد وهن جوعانين، جن صالح. قلت له يا صالح لا تروح لمكان ما رح يفيدك هالشي. قال لي أنا رايح شوف عثمان واسأله ليش عمل هيك. رجع وهو عم يبكي. لا تخلوني أحكي بهالقصة. أنت كيف فتت لهون؟ أنا كنت سائق عندك شو نسيتي؟ خلص أنا صرت بعرف كل شي عنك، مو ضال الشي مو منيح إلا ومساوي، ماني فهمانة شلون إلك عين تشوفني.
أنا ما بتذكر إنه صار بيني وبينك شيء، وما بتوقع إني عملت شيء غلط يسألك. حتى لو هيك، هاد ما بيعني إنه أنا حابة أشوفك مرة تانية. أنا اللي علمتك كيف تتخانقي مثل الشباب، بعد هيك عملتي له هزة بدن لهذا اللي اسمه رضا ومسحتي الأرض بكرامته. كل هاد بفضلي أنا. ما عم بفهم شو اللي بدك تقوله. لغيرك ما بعمل هذا الشيء، هذا إلك بس. بابا قال لي إنه ما لازم أقرب منك. أنا لو كنت محل أبوكي ما كنت بقول لك هالشي. برأيي إنك صرتي وحدة واعية وتقدري تميزي بين الشيء المنيح والشيء العاطل. حكي صح ولا لا؟ تذكري أيام الماضي بخاطرك. هلا بالله تركت شغلك مشان تيجي لهون؟ ايه مشان بوبو يغير جو. بالله حبيبي ما بعرف كيف بدي اشرح لك، بس البيبي بيكون صغير كتير هلا. شو رايك نركبه بالمرجوحة؟ لا مرجوحة بتدوخني. ماشي ما بدي اياك تدوخي مثل ما بدك. طيب شو رايك بهي؟ شفته حمل البارودة وطلع من البيت، راح على بيت عثمان كركوجاك. أنا شو طالع بإيدي يا بنتي؟ بعد هالشي نحن تشرشحنا بين العالم. طيب تتذكري لما صالح رجع على البيت هداك اليوم قال لك شو اللي سواه بولاد عثمان بعد ما قتلوه؟ قال لي رماهم بأناية المي. لما شافهم خاف لهيك أخذن ورماهم. أنا قلت له أنت مالك مجرم، ليش هيك عملت؟ أنت بهالعمل حكمت علينا بالموت. صالح تاني يوم رح سلم حاله للمغفر. طيب فهميني أنا كيف طلعت من قناة المي؟ أنا شو بيعرفني هذا حكم الله؟ والله ما بعرف. طيب في أي شيء تاني عن الحادثة أنت ما قلتي؟ مثلاً بلكي جوزك موصيكي انك ما تحكي اي شيء عن حادثه بهداك الوقت. هلا صار مارق على الحادثه 20 سنه وصار في تسألها بشكل مباشر. عمر جوزها هو اللي قتل عيلتي وما في داعي للف والدوران. شيرين ما ممكن يكون في حدا حرضه مثلا لحاج سفر لانه كان هو له مصلحه بقتلهم. يا بنتي انا وزوجي بهداك الوقت ما كنا زعجين حدا بكل البلد، بس بليله من الليالي جن الرجال وهذا كل شيء صار. إذا الواحد تقلع من شغله مستاهل إنه يروح يقتل صاحب الشغل ويبهدل حاله؟ لا وبعد كل هاد يترك لأولاده؟ اسمعي يمكن حالتك منيحة ومانك بحاجة. أنت شي مرة شحتي خبز يابس ومعفن؟ نحن عشنا حياة كلها ذل وفقر وما شفنا ولا يوم حلو بكل عمرنا. بعرف اللي سواه زوجي كان خطأ، بس اللي بيجوه رح يفكر بأي طريقة تنسي هذا الذل اللي عايشه. يلا 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 روحوا روحوا يلا. مريم برأيك رح كون أب منيح؟ مو بس منيح، أحسن أب بالدنيا. من قلبك هالحكي؟ إيه عن جد من قلبي. متأكدة؟ مصطفى حبيبي طبعا متأكدة. إيه لأنه أنتم نسوان عادي تتقبلوا الأمومة بسرعة. إيه بس اللي بصير عند الرجال إنه ما بيقبلوا هاي القصة وبضلوا خايفين. شو هالحكي هاد؟ انت يا مصطفى ما بتعرف قيمة حالك بالمرة، انت عمري كله. كمان مصطفى اي مرة بالعالم كون واثق انه اي مرة بالعالم تتمنى تكون ابو لها.
أنا كل اللي بحلم فيه إنه أنت تضلي جنبي وبس. بتعرف سعادتي ما بتنوصف بعد اللي سمعته. بدي اياك حلو مثل أمك. إيه؟ المهم هي لسه معلقة صورة جوزها على الحيط؟ أنت شفتيها؟ فيك تفهمني ليش ما قلت لنا إنه مرت القاتل عايشة هون؟ يا سبحان الله، شو كنتي متوقعة إني أقول لك؟ أنت جاية تحققي معي بس لأنه موجود اسمي بدفتر الأغا؟ منيح اللي عم برد عليكي، كان لازم أقول لك إنه أنا مو القاتل، بس مرت المجرم ساكنة بالبيت هنيك. يا بنتي اتركوا الأموات يناموا مرتاحين بقبورهم، أحسن ما تقلبوا علينا المواجع، والله بعالي سماه بيعطي كل واحد حقه. ماني مصدقتك بنوب. شيرين، بكفي حبيبتي، خلينا نروح. يلا. أهلين وسهلين. شكرا. نورتوا المحل. أي لعبة رح تعجبه برأيك؟ ما بعرف. طيب شوفي أي وحدة حبيتيها حتى ناخذ له إياها فورا. رح ألاقي هي اللعبة. أكبر منيحة؟ ايه بدي هاي الفارة. ايه ماشي، خلينا نقوص عليها مرة واحدة. طيب أنا ما بحب لهالشغلة، إذا بهالطريقة خلص ما عاد بدي إياها. طيب قديش حقها هاي الفارة لكان؟ العرسان حلوين مثلكم، هاي ببلاش. تمام. أنا رايح على الشركة، رح وصلك بطريقي. ماشي. أنت أبوك ظلمني لأنه قتل كل عيلتي. ما بعرف إذا كنت فهمان علي شو عم بحكي. ما انت بالاصل مانك حاسس بكل شيء حواليك، نيانك هاي الك ما هيك؟ مرحبا شيرين خانم. انا كنت نسيانه انه عندك وظيفه ولازم ساويها انا وياكي. لا ولا يهمك، تسليت، انا وعم بنتظرك جمعت شويه معلومات. طيب تعي نقعد شوي. انا اخذت ورق لك معينه من عندك، بس بدي اسالك عليهم كم سؤال. انا اسفه اني نسيتك اليوم، والله ماني عرفانه كيف. الحقيقه خايفه اخذ من وقتك كثير وعطلك عن شغلك. عائلتي من سنين طويله بتشتغل بموضوع الزراعه، وأنا جاية أخذ معلومات من وحدة دارسة باسطنبول. شكراً كتير. تعرفي شو؟ أنا عطول كنت أتمنى يكون عندي أخت حلوة مثلك مشان أهتم فيها وساعدها بوظائفها. هذا من ذوقك. يا جماعة أنا ومريم حابين نخبركم بشي. يلا قول مصطفى. بس لحتى يخلص عليه شرب المي مشان ما يختنق. ليش خير شو بدك تقول؟ يلا خبرونا. مريم حامل. شو؟
اخي شو عم تقول؟ هذا احلى خبر سمعته. عن جد عمر ماني مصدق. الف مبروك اخي، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك مبروك. بابا صار في شيء عم تسوي؟ حبيبي راح يصير عندك اخ كثير حلو مثلك. تعال عندي يا عمري، تعال. شكرا عمو، بحبكم كثير. مبروك عمو. الله يبارك فيكم. مبروك مريم. مبروك مصطفى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهدوا، خلونا نعرف نكمل عشانك. انا بحبه كثير، وبس يجي اخي بدي نايمه جنبي. حبيبي. اب لك هي رح تصير اب. حنان. يعني ما عم تنسى. ترباك علي. ماشي. يا الله، وعفي فرحتي لحدا، مصطفى رح يصير عنده ولد. يا الله، معناها طلعت مريم حامل. كانت عم تقلي انه عم يضيق نفسها كثير، وانا بصراحه كنت خايفه يكون صاير معها شيء مو منيح. يا حرام، كانت مفكره معها سرطان وطلعت حامل. يعني الحامل بيضيق نفسها؟ ايه والله ما سمعت انه الحمل بيساوي هيك بالوحده. حبيبتي، عرفوا انه مريم حامل بالصدفه وقت عملوا لها تحليل دم، وضيق النفس هداك شيء ثاني. ليش شو صاير؟ الدكتور قال انه صدمه نفسيه نتيجه للضغط اللي عاشته. يعني ما في شك هالشيء مو قليل، كلياتنا بنعرف انه اللي صار معها مو سهل ابدا. ايه والله، اهم شيء هلا تريح حالها. وبالبيت هون صعب كثير هالشيء. ايه، الله يقومها بالسلامه. بصحتك مصطفى، وبصحة مريم والبيبي اللي جاي على الطريق. كل بصحتكم. برافو مصطفى، من بين كل الهموم يلي عايشينها سمعتنا احلى خبر، وخليت الكل ينسى مشاكله ويفرح. اكيد انت زعلان ما؟ طبعا. هذا الآدمي سرق دوري بإني يكون أنا. يلا هي أنت كمان عندك فرصة، فرجينا حالك. إيه؟ إيه، بس أنت بتعرف الوضع. خلصونا بقى، هذا أحسن شيء سواه بحياته، منيح اللي عملها. شو هلا عم تحكيه لك علي؟ والله اللي بسمعك بفكر إنه عندك 5 أولاد والسادس على الطريق. والله بدكم تستعجلوا، لأنه أخونا الصغير ماشي منيح بموضوع الحب، وفي احتمال يسبقكم. علي؟ والله. الله يسمع لنا الأخبار طيب. إيه. ايه، بشو عم تحسي؟ ما بعرف. انا ومصطفى كنا مثل الولاد من قبل، وهلا حاسين حالنا كبرنا. قبل هيك كنت خايفه، بس هلا انا مرتاحه. هذا بسموه شعور الامور. يا الله يا شيري، ما بتتخيلي قديش مصطفى فرح بالخبر، وهذا الشيء خلاني افرح اكثر. معك حق. انت وعمر شو سويتوا مثلا اليوم؟ لوين رحتوا؟ نحن كل واحد فينا عم يحاول يفرج الثاني انه مانو غلطان. هلا شيلك من سيرتنا، انت مصطفى شو جبتوا؟ يا الله، جبنا كل هدول. وكمان جبنا ثياب للبيبي. يلا ورجيك اياهم. شوفي ما احلاهم. عن جد كثير حلوين. اصغرهم وكثير صغار. شفتي لونهم؟ شوفيهم ما لزهم، شوفي هدول ما احلاهم. حلوين كثير. انتو شو حابين يجيبون، صبي ولا بنت؟ كاترين زهري شكلكم حابين تجيبوا بنت. ما بعرف، عم نقول بنت او صبي ما بيفرق، ومصطفى كمان بيفكر بنفس الطريقه. في حدا قال اسمي ما؟ يا الله، عن جد هدول كثير حلوين، شاهدوني مو بس حلوين، بجننوا. شوفي هاي، شوفي. تسمحي لي ادخل؟ تفضل. بدي احكي معك بموضوع اسطنبول. بدنا نروح؟ يعني بدنا نسافر شي 3 ايام وننبسط كثير، مو هيك بابا؟ حبيبتي، هالفترة أنا وحنان عندنا شغل كثير يا عمري، ولهيك رح نضل هون. بس خالتي عم تستنى، لأنه حكينا معه وقلنا لأنه جايين. ولا يهمك، حنان حكت معه وقالت له مالنا رايحين. حنان خانه محلت الموضوع مثل كل مرة، طيب ما فكرتوا إنه أنا كنت بقدر روح لحالي بابا؟ جيهان حبيبتي، أنا بوعدك بس تجي العطلة الصيفية منروح كلياتنا سوا، لا تتضايق. بابا أنا بدي روح لعند خالتي وبعرف أركب بالطيارة لحالي. خلص، نحن حكينا بالموضوع وانتهينا، مفهوم؟ تصبحي على خير. Thank you.
عمر بدي اسألك عن شغلة مهمة. ما حسيت انه ابراهيم كان عم يكذب بكل شيء قاله؟ ما حسيته عم يعيد نفس الاحداث اللي كانت مكتوبة بالمحضر؟ كأنه في حدا قال له يقول هيك وما عم يقول. خلصينا بقى. انت مو حابة تسمعي الا اللي عم تفكر فيه وبس. انت كمان عم تعمل كل شيء حتى ما تسمع انه جدك كان قاتل. شو هالحكي هاد شيرين؟ مو انا اللي اخذتك اليوم لهنيك؟ فهمي بقى لو كان هالحكي مزبوط ما كنت اخذتك. طيب انا شلون قدرت اعيش؟ انا من وين بدي اعرف شيرين؟ يمكن حدا لقاك وطالعك. انا ماني مقتنعه بكل اللي صار وماني مصدقه اي شيء. سالنا كل الناس وجاوبونا باللي بيعرفوه، المهم انه انت تصدقي. اذا انت صدقت اللي سمعته فانا ماني مضطره اصدق ولا كلمه منهم. اسمعي شيرين، انا فهمان وجعك. صدقيني انا زعلان كثير من شانك وبدي ساعدك، بس كأنه انت مو حابه تساعديني. مانك حاسه ومنتبهه قديش خربطتي لي حياتي؟ انا عم بحاول اعمل كل جهدي حبيبتي، بس المهم هلا يعني انك توثقي فيني. شايف احلى ام بالعالم كله. بطني مثل التلة مو هيك؟ حياتي بدي اياك تديري بالك على حالك. وانت كمان دير بالك على ام الولد. مع السلامة. مع السلامة. دخيله الحلو انا. ولما كنت عم بسأل كمان هيك صار. أول لقاء أكدوا لي إنه الآغا سفر إله علاقة، وشوي شوي صاروا يقولوا هيك سمعنا، لأنه الناس بهداك الوقت ما كانوا يسترجوا يحكوا بهالموضوع. يمكن يكون كلامك مزبوط دينا. شيرين، عمر معه حق، لأنه نحن لحد هلأ ما عنا غير حكي الناس. صحيح كلهم عم بيأكدوا إنه الآغا سفر هو اللي ورا هي الجريمة، بس مع الأسف ما عنا أي إثبات. تعرفي شو، أنا ما ضل قدامي غير حل واحد. شو هو؟ اني روح لعند بيت عمي. بس اذا بتروحي هلا لعند بيت عمك وبتخبريهن انت مين بتكوني، عمر رح يزعل كثير. انا برايي ما تروحي. ما بعرف شو ساوي. طيب اذا رحتي لا تقولي لهم شيء. هاي انت تعالي لهون شوي. أميري، من مين هالولد؟ شو؟ إذا الكل صدقك فأنا ماني مصدقتك. هذا الولد لازم ينعمل له فحص الدي إن إيه، لأنه أنا متأكدة مثل ماني شايفتك إنه هالولد ابنه العزيز. أنت شو عم تخبصي؟ هذا الاحتمال عم يشغل بالي، لأنه الفضيحة رح تخلي كل أهل البيت ينزلوا يا مدام. لما ينتشر الخبر بالبلد شو بدها تقول الناس عنا؟ اه فكرتي بهذا الشيء؟ حاجه بقى زودتيها كثير وما بقى فيني اتحملك. هذا الولد ما بسمح لك تحكي عنه هيك ولا كلمه، وديري بالك تجيبي سيره هالموضوع مره ثانيه. هلا فيك تفهمني بالضبط شو قلت للويز؟ قلت لها انه انا ما بحبها، لانه انا بصراحه بحب اسيل، بس يعني عن جد انا زعلان عليها. وقف، استنى استنى، انا عم اتوقع النهايه منيح. البنت ما قالت لك انه هي معجبه فيك وانت فهمتها غلط؟ ما ايه والله. هذا اللي صار. ايه يا معلم، انت جرحت مشاعرها لهي البنت ومن دون ما تحس. بس انا ما انتبهت اني سويت هيك شيء. يعني برايك شو كانت رح تقول لك؟ انا بالحقيقه حبيتك مثل المجانين، بس انت بتحب اسيل ومنشان هيك انا رح اقول لك موفق بحياتك. حبيبي ما في بنت بتقول هيك. معلم، هي لازم تبين لك انه كتير مبسوطة ورح تنسحب من هذا الموقف ومن دون اي تعليق. مصطفى، انت من وين عرفت كل هالشي؟
يعني في شيء كتاب لفهم المرأة موجود عنا بالعيلة وأنا لسه ما بعرفه؟ طبعاً أنا ألفته لهذا الكتاب. والله فاجأتني. يلا يا معلم، أسيل بتكون عم تستناك هلا. معك حق. أخذ هي. قل لك شغلة، أنا كتير بحبك وبلاك كنت بضيع. يلا روح روح، عندي شغل. بخاطرك. الله معك. أسيل اسمعي شوي، بدي اياكي تعرفي انه انا ما بحب علي. هلا صار الحكي سهل عليكي حبيبتي بعد ما سمعتيها من علي، ما هيك؟ انت ليش عم تفكري بهالطريقه؟ انا وعلي زملاء وبس مو اكثر. شوفي لويس، بما انه علي اختارني الي فما في داعي انك تعذبي حالك. خلص علي بحبني وهذا المهم، لهيك انهي الموضوع من قصيره. على ما يبدو انت ما بتعرفيني. وشو بدك تعملي؟ رح تركعي قدام رجليه وتقولي له امان اطلع معي؟ على فكره انت ما بتستاهلي. عفوا شو عم تقولي؟ عم قول ما بتستاهلي. اذا قصدك تخليني اعصب انت بتكوني كثير غلطانه. الصراحه فكرت انك تغيرتي بس للاسف بعدك مثل ما انت من السنه الماضيه. انا نسيت هالشي كله، وانت اذا بتنسي بيكون احسن. ليش تعبتي حالك شيرين خانم؟ لسه امبارح حكينا بالموضوع واليوم جبتي لي الكتاب. تعب شو حبيبتي؟ انا اجيت اليوم مو بس مشان اجيب لك هذا الكتاب. انا بتوقع جيتك اليوم اللي علاقه بمحصول القطن. لا انا اجيت مشان اسالك شوي عن الشيء اللي صار مع اخوك عثمان كركوجاك. برايكم الحاج صفر كان له مصلحه انه عثمان كركوجاك يموت؟ اهلا وسهلا يا بيت. مرحبا خليل. عمر لوين رايح؟ عمتك زارة جاي اليوم؟ تركت الملفات عند إيلين، عندي اجتماع ضروري ولازم اروح. بيصير هيك لك اخي؟ الحق على حنان، هي اللي عاطيه وعد باسمي، انا شو فيني اعمل؟ هذا الحكي معناه انه انا اليوم رايح واجه زارة داوود لحالي، ما هيك؟ ماشي خليل، انا مضطر اروح فورا. طيب عمر سهل. الله معك. اهلا وسهلا خليل بيك. اهلين. ليش مهتمه بهالموضوع يا شيرين خانم؟ بالنهايه هالقصه بتخص عائلتنا وبس. مهتمه بالموضوع لأنه أنا بكون من عائلتكم. ها؟ شو قلتي؟ أنت شو بتقصدي؟ أنا ميرال بنت عثمان كركوجاك يلي فكرتوها ميتة. أنا عايشة. يعني أنا وليلى بنكون بنات عم. خير؟ قال متصل فيني. ايه عمتك زهرة جاية على الاجتماع وعمر ما أنا موجود، قرب دقيقة خليل. طب خلينا نتصل بمعين. لا لا لا، هاي المسألة عائلية، انت هلا متحكم بكل اعمال الشركة. ايه والله ماني فهمان شي. انت على اطلاع اكثر مني، لانه اولا واخيرا الشغل راح يصير عليك ولهيك بدي اياك معي. ليك انتبه، بدي اياك تدخل على الميزانية من 2004 لل 2006. طيب برافو عليك، فوت هون. طيب ايه ها. والله شي ما بيتصدق، قالوا لنا ماتت، القاتل رماها بالساقية، وهلا نحن شلون بدنا نصدق؟ لا إله إلا الله. ميرال في عندها علامة، مكتوب إنه كان في بقعة حمراء على بطنه، وإذا بدك ليك هي هي، عندي نفسها هون. علامة شو؟ هيك مكتوب بسجلات الشرطة. أنا ما كتبت هيك شيء بالسجلات. إيه أنا كتبتهم. شو؟ إيه كان عندها. لما كانت أمها حامل فيها مرت من قدام بستان فريز. وقامت اشتهت تاكل لوحده، امنا عطفنا فريزه لكل وحده منا. قلنا رح تصير بقعه وتضحكنا. يا بنتي انتي رايحه جايه لعنا، ليش ما خبرتينا من قبل؟ بالاول حبيت اتاكد، وبعدين لما تاكدت من هالشي قررت اني اجي لعندكم، ولكم كل شي بعرفه عن القصه. شكرا. خلينا نفوت لجوا. مرحبا سامر. اهلين عمار بيك. اهلين. بالنسبه لنا مناقصه خط الانابيب لسه ما انتهت، قريبا جدا رح يوصل البترول على المنطقه نفسها.
وعملية التشغيل هي استثمار خارجي. ليش لا؟ نحن حكينا انه بنزمهم شريك محلي حتى يمشي الامور. الف مبروك، هذا هو الشغل. خليتوني اهتم بالامور الداخلية وهلا انتم رايحين ورا شركاء خارجيين. وقت بتحتاج شيء انا موجود هون. سامر بيك بفترة قصيرة قدر يضاعف عدد الاعضاء. هلا اجى لهون بعض الاعضاء الجدد، في بيناتهم واحد قصته غريبة شوي، انا حابب اعرفك عليه عمر بيك. سامر بيك. عن اذنكم. عزيز بيك. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام منيح. في كم واحد حابب اعرفك عليه؟ ها؟ حنان. هدول الاشخاص مهمين كثير لنا. الشرف طبعا لك. عم تفضل معي. حتى لو كان هالشي خارج اختصاصي، بس بدي اياكي تبعدي عن كل شيء بيضايقك وبيخليكي تعصبي يا بنتي. بكتير أحيان مننحط بمواقف ما فينا نتهرب منها، بس نحنا لازم نتعاطى معها بهدوء. بدي وصيكي، أهم شي بهالفترة إنك ما تعصبي أبداً. هلأ رح أوصف لك شوية أدوية مشان يساعدوكي ويخلوكي ترتاحي. تفضلي. شكراً كتير. وهلأ لازم تقومي معي مشان نعمل صورة إيكو ونشوف هالأدب. يعني هلأ ما قدر نشوفه؟ ليش لا؟ بس كنت حابة أشوفه أنا وجوزي. طيب يا بنتي، شو علي؟ فوراً أحكي مع جوزي. عن جد دكتور شكراً كتير. سيد عمر، عزيز بيك. هذا شو له شغل عندنا هون؟ كيف عم تقبلوا أعضاء بدون ما تعرفوا عنهم شيء؟ يا عمر بيك، بالماضي كنت شقفة عامل وفتت على السجن كمان. كلامك مزبوط، ما انكرت اني كنت عامل، وبالاضافه لهيك قضيت مده بالسجن بقضيه شرف، وبعدين تغيرت. انا اسست حالي من الصفر. عزيز بيك بكل صدر رحب حكى كل شيء عن ماضي، وهلا مدير شركه راس مالها مليون دولار ومساهم فيها معنا بالجمعيه. انا بعتبر هالشيء قصه نجاح، وانا شايف انه لازم يطلع منهم فورا. طلب قبول وموافقه عليه من قبل الجميع، وما ممكن ارفضه الا بسبب مقنع. ممكن تقلي شيء سبب مقنع يا عمر بيك؟ سامر، خلينا نشوف شغلنا. أنا وياك كنا عم نحكي عن جمع مبلغ للتبرع. وينو عمر؟ عنده شوية شغل برات الشركة عمتي. على القليلة كنتوا خبروني بهالشي، يا أما أنتوا معاملين لي قيمة، يا أما مو مهتمين بالمرة بمجلس العائلة. الله يسامحك. مرحبا خليل، يعطيكم العافية. أهلين علي. مرحبا. شو خليل بيك؟ جبتني لهون لحتى ناقش امور العيلة مع ولد صغير؟ انت بدك اثنين من عيلة اصلان باش، وهي قدامك اثنين منهم، انا وعلي، ومنقدر نجاوب على كل اسئلتك لهداك اليوم. شو بتجيبوا اي حدا من الشارع وتقبلوا بالجمعية؟ بالنسبة لقوانين الجمعية ما في اي شيء ناقص تجاه عزيز بيك، رجل اعمال شاب بكل معنى الكلمة. وبخصوص التبرعات هو شخص كريم كتير. يعني موضوع التبرعات خلاك تنسى شو كان بالماضي؟ عمر بيك هالفترة خلينا نقبله معنا، لأنه ما فينا نقول للرجال روح بدون سبب. بتصور طلبي سبب كافي لهالشي؟ لأنه عمر أصلاً باش بده هيك. هلأ بتطلع فوراً ما بتشوف خلقته. قلت لك فوراً سامر. حاضر. كل اللي سألتهم قالوا لي إنه الحاج صفر هو اللي حرض على الجريمة. لا يا خانم، سفر آغا ما بيساوي هيك شيء. ما حدا بيقدر ينكر خير هالرجال على البلد كله. انت غلطان، هو وقعكم بمصيبه وبعدين دفع المصاري عنكم واخذ الارض. انت همك الاراضي، واكيد جاي منشان تحصلي حقك بالورثه. اذا هاد همك، كل شيء بيان عنا انت بتعرفيه. والقصة ما رح تمر علينا، لانه نحن بنعرف الآغا سفر منيح. بابا انت شو عم تقول؟ ما بيصير هالحكي. لا بيصير، أنا فهمانة منيح. لاغا سفر ما شفنا منه إلا كل خير، هاد الحكي مو مقبول بالمرة. عمي منصور، أنا ما بدي شي من الورثة، أنا بس جاي لأعرف شو اللي صار بعيلتي. خلاص طولي بالك. بما إنه أنتوا بتعرفوا قديش زراعة القطن مهمة للحاج سفر، ليش حابين تزرعوا درا هلأ؟ بالحريق اللي صار عنا خلص كل مخزوننا من الحبوب.
انتو كان لازم تجيبوا بذر قطن من وين ما كانوا وتزرعوها بالارض بدل ما تزرعوا درك. شو اللي بيجبرك يا عمتي انك تتدخلي بهالتفاصيل؟ كوني عضو بمجلس العيلة هذا الشي بيخولني اعرف كل الاستثمارات اللي عم بتقوم فيها الشركة، ولا انتو شايفين غير هيك؟ زهرة خانم، انتي قرأتي المعلومات اللي بالملف، نحن صار عنا اسهم باكتر من شركة، وبالطريقة هاي بنكون نحن عوضنا خسارتنا بالقطن. شو يعني؟ يعني نحن كنا نبيع فائض القطن ونربح مرة واحدة، بس هلأ الشي اللي عم نعمله منبيع للمعمل بالأول وبعدين منبيع للمستهلك، يعني موضوع الدرع عم بيخلينا نربح مرتين يا زهرة خانو. اللي يا عمتي. لا تأخذيني يا بنتي، والله أنا واحد جاهل، أنتي لما فتحتي هالموضوع فجأة أنا صرت أحكي كلام بلا طعمة. بالماضي كان أبوك يدير المزرعة كلها، أنا ما كنت أتدخل حتى ما أوجع راسي. خلص مو مهم، بعدين أنت معك حق، لأنه هذا الشيء هيك صار فجأة. لا تأخذيني يا بنتي. ولك يا أخي عسما، تعال شوف بنتك شو كبرانة، جاي عم تدور على بيت أبوها كمان. الله يرحم أبوك. متى صايرة بهالسعد الدنيا؟ أيوة تفضل. ناس ما تستحي. أول مرة هيك طيرتيها القصة بالإيميل. لكان قلت لي هيك رأيك. واخيرا رح ينقلع. انا بحياتي ما شفت واحد وقح مثله يا عمر. طبعا شايفين بالشاشة كيف قلبه عم ينبض؟ هذا هو. لحظة شوي. خير في شي مشكلة دكتور؟ طمني. لا 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 طمن، ما في مشكلة. يعني أنت متأكد إنه ما في أي مشكلة؟ طول بالك يا ابني، شو بك؟ أنت كيف بدك تنتظر 9 شهور؟ الولد لساته ببطني وأخذه على الملاهي. أيوة مالي غلطان، ها؟ مبين أكثر من واحد. شو؟ يعني توم؟ دكتور أنا حامل بتوم هلا؟ إن شاء الله ألف مبروك. في بجسمك 3 قلوب عم تنبض هلا. ماني مصدق. إن شاء الله بتقومي بالسلامة. الآغا سفر عطى مصاري لصالح حتى يقتلهم، وعمل الحقير بدون ما حتى يتردد أو يلف له جفن عن اللي عمله. هون كان في شجرة يا بنتي، جوزي قطعها بعد اللي صار معكم. شيرين خانو، أنت لما أجيتي أول مرة كنت واقفة عند هديك الشجرة. مظبوط، ذكرت الشجرة اللي كان عليها مرجوح، لهيك أجيت وسألت عنها بالأول. في شغلات مستحيل تروح من بالي. أخي مجيد بيتذكر هيك شغلات، بس أنا ما بتذكر شي بالمرة، لأنه لسه بوقتها ما كنت خلقانة. بس أنا وأخي لعبنا كتير بهالمكان وتسلينا. مجيد ما عاد عم يجي لهون؟ لا والله يا بنتي، صار له فترة منيحة ما إجا لعنا عالبيت.